ويسعد لي مساكم جميعا. وجينا للمطبخ بنسوي وصفتنا، راح نسوي مصقعة يونانية لذيذة جدا فيها جبنة فيتا. إذا جربتوا الصينية هذه بتدمنونها. بضيف لها إضافة من عندي، أني بأضيف كوسة للصينية، لكن الأمر راجع لكم إذا حبيتوا تكتفون بالباذنجان والبطاطس، لكن كوسة بالإضافة مرة لذيذة. صينية فيها بشاميل لذيذة لذيذة لذيذة. لكن الخضار ما راح أقلاها بالزيت، راح أقلاها بالقلاية الهوائية علشان ما نبي الصينية تصير مرة ثقيلة، خصوصا إن فيها شوي بشاميل ما نبي نثقل الموضوع. فحقطعها شرايح وادهنها بزيت زيتون وادخلها القلاية الهوائية اقلاها اخف شوي. بالبداية بسخن القلاية الهوائية 3 دقائق على ما ادهن الخضار بزيت زيتون. هنا قطعتها وجهزتها. نرشها كذا ونحاول ان نقلبها على الجهتين عشان يجيها زيت زيتون. بس وعلى ما تنشوي الخضار راح احمس اللحمه. عندي هنا لحمه مفرومه، احمسها كالعاده يعني مع بصل وثوم وفلفل بارد وطماط وبهارات. بعد ما يبدا يتغير لون اللحمه بضيف البصل والفلفل البارد، وبعد ما يذبل البصل والفلفل راح اضيف الثوم والبهارات. بعد ما ذبل البصل نضيف شوي ثوم، وراح نضيف بهارات مشكله، اي بهار مشكل عندك، وملح يعني وفلفل اسود حسب الرغبه. الحين بضيف شوي من صلصه الطماط وطماطم مطحونه لانه المصقعه تحتاج شوي طماطم. خلي اللحمة تتسبك مع الصلصة والطماط المطحون، وكذا الحشوة تكون جاهزة. نجهز البشاميل. البشاميل طريقتها سهلة. خلاص اللحمة كذا عندي جاهزة، استوت وتسبكت من أحلى ما يكون. بطفيها وبخليها على جنب إلين نبدأ نسوي الصينية. وبسوي الحين معكم البشاميل بطريقة سريعة بالخلاط. بحط تقريبا 3 أكواب موية باردة، عليها 4 ملاعق إلى 5 ملاعق كبيرة دقيق، وبالنسبة للحليب تقريبا 5 ملاعق حليب، وبخلطها بالخلاط وبعدين نحطها على النار. ممكن تسوونها أنتم بطريقة حمص الزبدة، بس أنا مستعجلة وقلت بسوي البشاميل السريع. بعد ما خلطت الدقيق مع الموية والحليب بحطها بالقدر، وبحط معاه قطعة زبدة صغيرة تعطي طعم، وبحط شوي ملح وفلفل أبيض. إذا ما توفر الفلفل الأبيض ممكن تحطون فلفل أسود، بس أنا حطيته أبيض عشان ما بيغير لي لون البشاميل. وأحركه لين يبدأ يثقل، بعدين نحط جبنة موزاريلا، واللي مو حاب يحط جبنة موزاريلا عادي يعني الموضوع اختياري. بس إذا حسيتوا شو اسمه البشاميل ثقيل ممكن تخففونه بشوي موية، بس أهم شيء عندكم التحريك يكون متواصل. هذه طريقة البشاميل السريع. وفي الطريقة اللي احنا متعودين نسويها إن نحمس الدقيق مع قطعة زبدة صغيرة وبعدين نضيف الحليب بالتدريج، بس زي ما قلت لكم أنا مستعجلة. وعلى فكرة طريقة البشاميل السريع اللي زي هالطريقة تعطيكم نفس البشاميل اللي هو بالحمص. اللهم يفرق شيء بسيط انه الحمص يعطيك طعم الحمسة لا غير، بس النتيجة واحدة ما تفرق. فاللي مستعجلة تسوي هالطريقة حلوة. شوفوا بدأ يتقل معي الخليط. الحين راح اضيف الجبنة الموزاريلا. على فكرة هالطريقة راح تنفع المبتدئات بالطبخ، يعني البنوتات اللي على وجه زواج قاعدين يتعلمون الطبخ. البشاميل هذا سريع وسهل وما يخوصكم، لأنه ألاحظ أنه كثير من اللي توهم يعني بعدين بالطبخ يعانون من البشاميل، يقولون يكلكع، هذا ما في لكلكي، ولم يحزنون. بس الجبنة انتظرها تذوب وخلاص كذا البشاميل عندي جاهز. ونبدأ نسوي صينية المصقعة ونحطها على بعض. بوريكم قوامها كذا ممتاز. خلاص بطفي النار.
بعد ما صفيت نص الخضار الحين راح اصف اللحمه، بعدين نصف باقي الخضار فوقها، او عفوا نحط الجبنه الفيتا، نسيت راح احط الفيتا. انا فضلت اني اخذ هذه اللي تجي مكعبات اسهل لي، فابدا اوزع الجبنه الفيتا فوق اللحمه. بعد ما حطيت الجبنه بديت احط شوي من البشاميل، وبعدين راح اصف باقي الخضار فوقها. بعد ما تحطون الخضار حاولوا انكم شوي كذا تكبسونها عشان نبي نحط اللحمه فوقها والبشاميل، وتدخل الفرن. الحين بعد ما صبيت البشاميل، اذا حبيتوا تحطون بس كذا حبات من الفيتا على الوجه، او ممكن تستغنون عنه، بس بحط انا كم حبه، ماني مكثره واجد. خلاص كذا الصينيه جهزت، راح اغلفها بالقصدير وادخلها الفرن تتسبك شوي، بعدين احمر الوجه واقدمها. شفتوا شلون سهولتها؟ وهذه المصقعه اليونانيه بعد ما طلعتها من الفرن، ما شاء الله تشوفون شلون متحمره، تفتح النفس وريحتها خيال. لازم تجربونها.